دحوم، عندنا اليوم تحدي كاشف الكذب. أبغى أسألك أول شيء، مدى الكذب عندك من 10؟ عطني تقييم لك من 10. 1. 1 من 10؟ متأكد إن النسبة 1 مو مليون من 10؟ لا 1. ما تجي مليون؟ لا ما تجي. واثق من نفسك؟ واحد. الجهاز قدامنا وبيحكم. حط يدك على الجهاز. يا ربي يخرب. فيصل اضغط الجهاز. دحوم، قد غشيت في الاختبار؟ لا. متأكد؟ ايه. فيصل اضغط الزر الثاني. الزر الثاني فيصل. غشيت يعني؟ لا. مرة ما قد غشيت؟ لا. طيب نمشيها نمشيها. السؤال الثاني، قد سرقت سيارة أبوك؟ لا. متأكد؟ حط يدك على الجهاز. الزر الأول فيصل. ما تكذب. صوت. ما تكذب؟ لا. ما قد سرقتها؟ ما سرقتها. ولا عندي سلاح ولا شيء ولا. انلذعت؟ وتسألني ليش يعني؟ أدبك وأدبك يا ولد. أدبك. حط يدك مرة ثانية. تحمل معلش تحمل. ما ضغطت. تحمل معلش تحمل معلش. انحط ما انحط تحمل. لا تكذب وما يأذيك. خلي يدك عليه. قد افطرت في رمضان؟ اضغط فيصل الجهاز الأول. لا مرات تنسى. تنسى. يعني فاطر. اضغط الزر الثاني فيصل. لا ولا مرة فطرت. ولا مرة هو لا. كذا يكذب يعني. لا هو اللي يكذب. ما رشت مويه بس. هو اللي يكذب. شربت مويه ناسي ولا عمدا؟ ناسي. متأكد ناسي؟ أشوف ربي خلاك تكح يعني دليل إنها كذبة السالفة. مين كذب؟ هو اللي يكذب الجهاز مو أنت. لا. بقى عندنا سؤال يدحوم. حط يدك اليوم بجيب العيد فيك. حط يدك. حط يدك يا ولد. حط يدك. اضغط الزر فيصل. أوريك. تحب يدحوم؟ تحب يدحوم؟ تحب. اضغط الزر فيصل. اضغط.